الجهاز بيساعد مريض الشلل الرباعي على استعادة قدرته على الحركة وإعادة فكرة التأهيل، فكرة إن هو يمشي، فكرة إن هو يقف، فكرة إن هو يتحرك، دي ما كانتش متوفرة بالنسبة للمريض ده. دلوقتي بقت موجودة وبقت بقينا قادرين إن احنا نساعد المريض ده بشكل أفضل ونعيده للحياة بشكل أحسن. بالإضافة للمواصفات التكنولوجية اللي احنا ادخلناها على التكنولوجيا دي جديدة، الفرق بيننا وما بين باقي شركات الإكزوسكيلتون في العالم العامل بتاع سعر الجهاز أو ثمن الجهاز. التكنولوجيا دي موجودة في العالم من سنة 2001، لكن للأسف ما دخلتش مصر وما دخلتش كتير من الدول النامية بسبب سعرها الغالي جدا المبالغ فيه اللي بيكون في حدود 80 أو 100 ألف دولار.